peace like a smile is a language everyone understands. ماذا لو انتهت الحروب؟ ماذا لو عم السلام؟ ماذا لو وجدت البشرية طريقها للحوار بعيداً عن العنف، بعيداً عن الأضرار؟ It is not hard to choose peace. يحتفي العالم باليوم العالمي للسلام في 21 من سبتمبر كل عام. الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدد هذا اليوم لتجسيد مثل السلام. 24 ساعة من اللاعنف، 24 ساعة من وقف إطلاق النار، 24 ساعة يأمل بها المحاصرون والمشردون والمتضررون والمجبرون على خوض الحروب، لو أن هذه الساعات تصبح عمراً كاملاً، لو أنها لا تنتهي أبداً. واليوم في ظل كل الكوارث التي نشهدها، عالمنا بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى. We mark this International Day of Peace. People and our planet are in crisis. في هذا العام يتزامن اليوم العالمي للسلام مع مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة. سلام مستدام يعني تنمية مستدامة بهدف إرساء مجتمعات أكثر سلاماً وعدلاً وشمولاً وأماناً حتى أكثر اخضراراً. فالسلام ليس دعوة للحكومات والدول أو لمن يحمل السلاح فحسب، هو دعوة لمحو كل أشكال الضرر، دعوة موجهة إليك أينما كنت لتعيد النظر بنفسك وبعلاقاتك مع أبناء جنسك ومع أرضك. فلا عدو لك على هذه الأرض لو ابتدأنا بالسلام.